الكتاب المقدس بيتكلم في عبارة صريحة واضحة، يقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني الكتاب مش عم بحاول يبرهن وجود الله خالص على النقيض، لأنه الله موجود عم بيتكلم بكل الأمور بشكل طبيعي تلقائي. بالضبط. وعارف الآية المكملة للآية يعني قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسقوا ورجسوا بأفعالهم. فالمشكلة مش عقلانية، هم المشكلة أنهم عايزين يفسدوا ويرجسوا بأعمالهم، علشان كده قالوا أن الله مش موجود، فهو هروب من الله. لأنه على فكرة شيء مخيف أني أقع بين يدي الله الخالق، بس أنا محتاج الله الخالق والله الفادي، وده اللي بيقدمه الكتاب المقدس والإيمان المسيحي. لأن لو قابلت الله الخالق بس أنا ما حققتش الطلبات اللي هو طالبها مني، وبالتالي أنا مدان. لكن لما قابل الله الخالق والله الفادي اللي دفع ثمن خطيتي، ممكن يكون لي شركة مع الله.